البنك الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي للعام الحالي والقادم نتيجة للتحديات الهيكلية المحلية وتراجع الطلبات العالمية، وتعتبر هذه المؤسسة هي ثاني من قام بهذا الإجراء خلال هذا الأسبوع بعدما سبقها صندوق النقد الدولي، واتخذ هذه الخطوة للمرة الثالثة هذا العام يوم الثلاثاء. نائبة محافظ البنك المركزي الروسي قالت: لسوء الحال جميع أنواع التغييرات التي يحتاجها الاقتصاد الروسي عليها الذهاب في الوقت الراهن، لا يمكن أن يحدث هذا بين عشية وضحاها. الاقتصاد الروسي حقق نموا وصل إلى 7% خلال الأزمة المالية لعام 2009، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم كبح جماح التضخم، وقد خفضت تقديرات البنك الدولي خلال العام الجاري من 2.3% إلى 1.8%، فيما من المتوقع أن تكون هذه الأرقام في العام المقبل متفائلة وإيجابية. التدخل السياسي والفساد المزعوم وتسبب في عدم تحفيز المستثمرين هو السبب الرئيسي حسب جون راندل رئيس تداول فرأس مال ATX. علامة الاستفهام الحقيقية للمستثمرين هي كيف يمكنك الوصول إلى روسيا بطريقة أخرى؟ هذا يعني أنك سوف تحصل على المال الخاص بك بدون قرار سياسي عادل لأخذ الوصول أو تغيير القواعد بشكل كبير جدا. التقرير حتى روسيا على بذل المزيد من الجهد لتشجيع المنافسة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار من أجل تعزيز النمو ومساعدة الشركات الجديدة لدخول سوق روسيا وتنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشكل مفرط على الطاقة.